تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، أول أحد في عام 2020، ونقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الميلادية الجديدة. عساها إن شاء الله تكون سنة توفيق ونجاحات وإنجازات وصحة وسعادة، وهذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطل عليكم من خلال قناة المتميزة قناة نور دبي، وهو يقدم لكم من قبل هيئة الصحة بدبي. أول شيء في بداية السنة نبعث رسائل إيجابية ونشكر فريق الإعداد في قسم الاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي وإدارة الإعلام لإعدادهم حلقات صحة وسعادة كل يوم على مدى السنوات اللي طافت، وإن شاء الله نكمل معهم أعوام مديدة إن شاء الله. أنا وايد متحمسة اليوم، إنه يعني حسيت هذا الأحد غير عن كل أحد، أحس حتى السماء لونها غير، أحس الطاقة مختلفة لأنه بداية جديدة، وأحس هذه السنة إن شاء الله راح تكون سنة رائعة. كل سنة فيها مطبات وفيها صعوبات، لكن أحس السنة إن شاء الله حتكون سنة مختلفة، وكلها طبعا أول شيء لما يكون عندنا إيمان بالله صحيح، ويكون عندنا طاقة إيجابية، يكون تفكيرنا إيجابي، يكون طاقتنا إيجابية نطلقها في العالم، نقول إن شاء الله هذا العام رح يكون عامي، أنا رح أحقق فيه أهدافي، سواء على المستوى الصحي، سواء على المستوى التعليمي، سواء على مستوى تربية عيالي، سواء على مستوى رياضة، مستوى أي كان الهدف أنتم تطمحون له، أي كان التغيير، خلينا نقول إن هذه السنة راح تكون السنة راح أحقق فيها أهدافي وطموحاتي، وإن شاء الله راح تشوفون ما تخلص السنة إلا وإحنا محققين أهدافنا وطموحاتنا. قبل ما يأخذنا الحديث عن السنة الجديدة، أذكركم أولا برقم التواصل عشان تتواصلون معنا عن برنامج صحة وسعادة، تتواصلون معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. في البداية مثل ما تعودنا دائما يكون عندنا أسماء الجناحي راح تقول لنا ما هو جديد السوشيال ميديا في أول أحد يحبك كل أحد في 2020. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم نور سرو عليكم على كل مستمعي إذاعة نور دبي، وعلينا وعليك يوم حبيتي. الأحد غير عن كل أحد، هذا أحلى أحد. أحلى أحد، هو حلو الواحد يبدأ أسبوعه بطاقة إيجابية دكتورة، إنه يخاف الأحد جميل، تبين أحيانا الناس يعني يحسون إنه يوم الأحد كان واحد بيصير عزة بس يعني ترى الدوام في النهاية. بالضبط، صح. ونحن نخلي أماكن عملنا إذا كانت حلوة ولا لا، يعني في وايد أشخاص ممكن تستغربين كيف إنهم إيجابيين في بيئة عمل مثل معينة، فنظرتنا للأمور هي اللي تحدد نحب نكون سعيدين ولا ما بنكون سعيدين. يعني هاي، فنتكلم عن قنوات التواصل الاجتماعي، نحن قاعدين نأكد في قنوات التواصل الاجتماعي على موضوع طبيب لكل مواطن، ونحن نعمل مع كل الشركاء الاستراتيجيين بالتعاون مع المؤسسات الصحية عشان نوفر الخدمة هاي على مدار الساعة، والخدمة موجودة على مدار الساعة، فإذا أنت كنت حاس مثلا تعبان ولا تبغى بس تستشير طبيب، ما عليك إلا تتصل على 8342 ويكون عندك تطبيق هيئة الصحة. يعني ويوفر عليك أصلاً أن أنت تسير وتسير المستشفى وغيره وهذا كله، فتقدر تخلص كله في مجرد يعني فيديو كول ولا يعني اتصال صوتي. أيضاً من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها وكنا فعلاً يعني لاحظناها في السوشيال ميديا، كنا حاطين سؤال شو الأشياء اللي حابين تغيرونها في نفسكم في هالسنة. فأغلب المشاركين دكتورة كانوا يتكلمون عن القلق والتوتر، وهل الأمور يعني النفسية اللي موجود إنه واحد عندي ستريس عندي قلق، فأغلب المشاركات اللي جتنا، فبسبب مشاركات نحن إن شاء الله راح نزيد الطرق كيف إن الواحد ممكن يسيطر على القلق والتوتر عندنا، إن هالأسئلة دام الناس فعلًا حابة تغيرها
نحن صراحة نحافظ على معلومات التواصل الاجتماعي هيئة الصحة نعم. على مدارسنا ونختمها بالرسالة الصباحية اللي هي تقول رؤيتنا للأمور هي من تحدد هل سنكون سعداء أم لا. ابحث عن السعادة في نفسك ولا تجعلها مرتبطة بمن حولك. دائما يعني أنت لما تقول أنا عشان إذا حصلت هذا الشيء بكون سعيد، إذا حصلت ما أدري، فدائما يربطون السعادة بالماديات أو بالأشياء أو بالأشخاص، والسعادة الأساسية في داخل الإنسان. فدمتم بصحة وسعادة. وأنت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. شكرا. من أسماء نتوجه إلى أخصائية التغذية الأستاذة سامية خالد، بتتكلمنا عن أسباب فقر الدم، وأعتقدها موضوع جدا شائع خصوصا في بناتنا في الفترة، يعني تلاقوا بنات من عمر 12 سنة 11 سنة تلاقوا دائما عنده فقر دم بشكل متكرر، فرح نتعرف شو هي أسباب فقر الدم. صباحك ورد أستاذة سامية. صباح النور والسرور لكم والأحلى متابعين، صباح الخير والسعادة. حياك الله، تفضلي. اليوم موضوعنا مثل ما تكلمت حضرتك شيق وشائع جدا للأسف في فئات المجتمع المختلفة، ابتداء من الأطفال والسن المراهقة طبعا شائع أكثر في العمر المتقدم. بداية خلينا نعرف المتابعين على ما هو فقر الدم. فقر الدم هو عبارة عن حالة مرضية يكون فيها خضاب الدم لا يحتوي على كمية كافية من خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء هي التي تحمل الأكسجين لخلايا الجسم، فبالتالي نقص عدد خلايا الدم الحمراء يترتب عليه نقص في كمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم وخلايا الجسم، وهذا الذي يؤدي إلى شعور في التعب والضعف وضيق التنفس أحيانا. يعني إحنا ممكن نشخص فقر الدم بشكل مبدئي لما الشخص مثلا يقول أنا عندي تعب، عندي إعياء مثلا، أو ضعف في التنفس، فإحنا هنا ممكن نقول إنه عنده فقر دم. أسباب فقر الدم صراحة عديدة جدا، رح نتكلم باختصار عن أهمها والأكثر شيوعا. هناك فقر دم ناتج عن نقص الحديد وهو أكثرها شيوعا بسبب نقص عنصر الحديد في الجسم. عندنا في الجسم عضو أو جزء في الجسم هو نخاع العظم، نخاع العظم هو الذي يصنع الحديد. أي خلل في نخاع العظم أو أي حالة مرضية في نخاع العظم ممكن يترتب عليها نقص في تصنيع الحديد، والذي يؤدي بدوره إلى حالات نقص الحديد. هذا طبعا يحتاج إلى فحص مخبري يحدده ويقرره الطبيب. النوع الثاني من فقر الدم هو ناتج عن نقص الفيتامينات. هناك بعض الفيتامينات المهمة هي تؤدي أيضا إلى تصنيع الحديد، من ضمنها الفوليت أو الفوليك أسيد، ثانيا فيتامين B12 وعبارة عن فيتامين متواجد في أكلنا بكثرة. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى نقص في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يؤدي إلى فقر الدم على المدى البعيد. هناك حالات فقر دم تكون ناتجة عن التهاب، يكون الشخص عنده التهاب لا يتم معالجة الالتهاب لفترة طويلة أو لفترة زمنية طويلة، هذا الفقر ممكن يؤدي إلى هذا الالتهاب ممكن يؤدي إلى فقر الدم. وعادة هذا موجود عند الأشخاص اللي معهم لا قدر الله السرطان، الفيروس، بعض الفيروسات، نقص المناعة، الإيدز، التهاب المفاصل الروماتويدي، بعض أمراض الكلى، وداء كرون وهو عبارة عن داء يصيب الأمعاء والمعدة. حالات التهابية حادة أو مزمنة تؤدي إلى خفض إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي تؤدي إلى فقر الدم. الحالة الأخرى أو السبب الآخر لفقر الدم بنسميه علميا لا تنسجي، وهو طبعا نادر الحدوث، يهدد الحياة، هو خطير، هو ليس بالسهل، وهو أيضا من الأمراض التي ممكن تنتج من العدوى أو الالتهابات التي لا يتم معالجتها، وممكن تنتج من سبب تعرض للمواد الكيميائية السامة. الشخص اللي بيتعرض للمواد كيميائية السامة إما بطبيعة شغله أو في بعض البلدان اللي فيها حروب ممكن ينتج عندهم فقر دم بنسميه لا تنسجي. هناك فقر دم متعلق بأمراض نخاع العظم، مثل ما تكلم نخاع العظم هو المسؤول عن تصنيع خلايا الدم. الأشخاص اللي عندهم لوكيميا، سرطان الدم، طبعا لا شك لازم يكون عندهم فقر دم. الأشخاص اللي بيكون عندهم تليف في نخاع العظم أيضا رح يكون عندهم حالات فقر دم، وهذا كمان يتعالج طبيا وممكن الدكتور يقرر لهم بعض الأدوية لعلاج هذه الحالات. هناك العديد لكن هذه هي أهمها وهي أهم الأنواع اللي ممكن متداولة أو منتشرة بسبب من حالات فقر الدم. ممتاز. أستاذة سامية، بالعادة مرضى فقر الدم لما إحنا نقولهم لازم تحتاجون تشوفون أخصائي تغذية، لأن مريض فقر الدم لازم يسوي بعض التغييرات في أكله، صحيح؟
طبيعي نعم، مثل ما تكلمنا إذا لاحظتي بعض الأسباب لفقر الدم منها نقص الفيتامينات والمعادن، وهذه متوفرة في أكلنا، فإذا صححنا عشنا هذا الشيء إحنا بالتالي علاجنا المرض. يكون العلاج عن طريق التغذية، وهو ما يسمى التغذية العلاجية حسب مراحل المرض. طبعا الشخص أول إشي لازم يلجأ للدكتور، يصنف الحالة، يصنف الحالة المرضية، هي قد تكون فوق مثل ما تكلمنا أنواع عديدة. وإذا يعني حدد الدكتور أو الطبيب المعالج أن هذا فقر بسبب نقص الحديد أو بنقص بعض الفيتامينات، هذا يتم علاجه عن طريق التغذية، يتم تصحيح بعض العادات الغذائية، وبالتالي خلال فترة قليلة يمكن نعطي للمريض 2 إلى 3 شهور نعيد الفحص مرة ثانية. طبعا نلاقي الحمد لله أن الحالة تحسنت والشخص تعالج عنده فقر الدم. ممتاز. شكرا لك أستاذة سامية خالد، هذه المداخلة بخصوص أسباب فقر الدم. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا جزيلا لكم، أتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لك. شكرا. طبعا مثل ما تفضلت أستاذة سامية عن أسباب فقر الدم، طبعا فقر الدم يطول شرحه، لازم مرة نجيب أخصائي أمراض الدم يتكلمنا عن فقر الدم وأنواعه وأسبابه وكيفية علاجه، لأن للأمانة نشوف كثير خصوصا بالبنات نلاقي عندهم حالات فقر دم، ولما نسأل الأم تقول لك الأم إن البنت تقريبا نباتية، ما تأكل لحم، ما تأكل دياي، ما تأكل سمك، ما تأكل ولا شيء. ليش؟ والله عشان وزني ما يزيد، والله أنا ما أجز من اللحوم ومن الدياي. فنلاقي هذا الجيل عندهم توجهات مختلفة ترى شوية في الأكل، لكن مو معناته إن كل شخص فيجيتيريان أو نباتي يلا فقر دم. هناك مصادر نباتية للبروتين الموجود في وللحديد اللي موجود في اللحوم. فلازم يا جماعة، بما أن الحين العيال بشكل عام عندهم توجهات وايدة أنه نباتيين عشان تعرفون يعني ضد الإساءة الحيوان وغيره، أنا أنصح كل أم وكل أب إذا عندكم طفل أو عندكم ولد أو بنت يبون يكون نباتيين، استشيروا أخصائي التغذية. ترى عيالنا من وين يأخذون المعلومات؟ يأخذونهم بالعادة من وسائل التواصل، أو يأخذونهم من يسوون سيرش أو بحث في محركات البحث، أحيانا تكون معلومة غير صحيحة. وبعض البنات أحيانا يأخذون النظام الغذائي النباتي عشان ينزل وزنها، هي تفترض أن اللحوم والدياي وغيرها ممكن يسوي زيادة في الوزن، وهي معلومة خاطئة. إحنا ناخذ إذا أخذنا كل شيء باعتدال ما رح يزيد الوزن، لكن إذا أنت قررت تبي تستوي نباتي لأي سبب من الأسباب، ممكن مثلا الناس تبي تكون نباتي لمدة كنوع من أنواع الصيام أن تريح الجهاز الهضمي مثل ما يقولون، أو أنت تبي تكون نباتي لأي سبب من الأسباب الأخرى، شوفوا أخصائي التغذية عشان تحولنا للنظام النباتي ما يخلينا نفقد بعض العناصر الغذائية الأساسية. مثلا ما ناخذ حاجتنا من الكالسيوم، ما ناخذ حاجتنا من الحديد، ما ناخذ حاجتنا من البروتين، لأن النباتات والخضروات بالعادة فقيرة ترى في هالعناصر الغذائية اللي نحن نحتاجها. فضروري نشوف أخصائي التغذية قبل ما نقرر احنا نتحول نباتيين. رح نطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. عيادة النوم في هيئة الصحة بدبي هي عبارة عن عيادة متميزة موجودة في مستشفى راشد، وهي موجودة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى في تشخيص وعلاج مشكلات النوم والأرق لدى مختلف الفئات العمرية. أنا ما أدري ليش ما أقول حق مرضاي إن هناك عيادة النوم، يضحكون يقولون دكتورة شو بتسوي؟ اليوم إن شاء الله بنعرف شو تسوي عيادة النوم. عيادة مهمة جدا 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 للي يعاني من مشاكل من النوم، مشاكل في النوم، وأعتقد في فئة غير بسيطة يعني تعاني من مشاكل في النوم. طبعا هذه العيادة مزودة بنخبة من الأطباء والأجهزة المطورة. بنتكلم عن هذه العيادة وشو الإمكانيات اللي عندها. يصرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الدكتور حسن الحريري، استشاري الأمراض الصدرية ومدير عيادة النوم في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور حسن. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. أول شيء نتعرف شو هي اصلا مشاكل النوم؟ يعني الناس في هذا الزمن ما صارت تعترف في مشكله في النوم، الكل يفكر ان الارق شيء عادي، انه ما ينام غير ساعتين شيء عادي، انه ينش 10 مرات في الليل شيء عادي. فنتكلم اول شيء شو اهم مشاكل النوم اللي يعاني منها الناس وانتم تشوفونها في العياده؟
تماما. هلا مثل ما حضرتك تعرفي النوم بشكل عام لازم يكون معدل 6 إلى 7 ساعات على الأقل بشكل مثالي. المثالي هو طبعا 7 إلى 9. أي شخص لما بيفيق تاني يوم سواء كان عم يشتغل ليلا نهارا أو روتيتينج شيفت يعني بورديات نظام الورديات، فإذا نام 6-7 ساعات 8 ساعات وفاق ولسه حاسس حاله تعبان، حاسس حاله مجهد، أو هو نايم عم بيفيق عدة مرات بشكل متكرر، أو عم بيلاحظ إنه النوم بشكل مثالي عم بيصير معه نوع من الاختناق، فهون بتبدأ يعني الإشارة إنه في اضطراب نوم حقيقي. فعيادة اضطرابات النوم بتعالج جميع حالات الاضطرابات التي تترافق أثناء النوم، شيء غير طبيعي، أو المريض عند الاستيقاظ في الصباح ما زال يشعر بتعب عام وفتيك، بيحس انه هالنوم اللي ناموا ما كان نوم مثالي. هلا بعض الاشخاص طبعا ممكن يكون عندهم نوع من الارق، بيعرفوا بيفيقوا ثاني يوم انه هن تعبانين بس ناموا 4 ساعات 5 ساعات، هذا ما هو اضطراب نوم خطير بشكل رئيسي الا اذا تكرر واستمر عده اسابيع متواصله، وقتها بيدخل بالحالة المرضية. بس من الطبيعي الأشخاص مثلا عندهم فحوصات، عندهم مشكلة عائلية معينة أو ستريس وضغط معين، ممكن يصير عندهم نوع من نقص ساعات النوم لفترة مؤقتة وهن يدركون هالشي، بس هذا ما هو مرض نوم وإنما ناجم اضطراب النوم عن الحالة الاجتماعية اللي عم بيمروا فيها. ممتاز دكتور، أنت ذكرت الأرق، لما أنتوا تفسرون الأرق شو تعريف الأرق بالضبط؟ الأرق هو عدم الإمكانية للنوم، يعني هو عدة تصنيفات. التصنيف الأول عدم إمكانية النوم، شخص بيروح على السرير بيحاول ينام ما عم بيحسن ينام، فهي عدم الإمكانية بالدخول في النوم. أو ممكن يكون أنا بنام وبروح على السرير بنام بس بستيقظ عدة مرات ما بحسن أستمر بالنوم. أو النوع الثالث اللي هو بنام بس بعد عدة ساعات 3 ساعات 4 ساعات بفيق، مع أنه أنا حاجة جسمي هي 7 ساعات. فهو ممكن يعني تصنيفه لثلاث أنواع، يا أما عدم المقدرة على النوم أو عدم الاستمرارية في النوم أو الاستيقاظ الباكر غير مناسب بعد عدد ساعات قليل. وطبعا إذا كانت الحالة ناجمة عن لفترة قصيرة بنسميه أرق حاد، بس إذا استمر أكثر من 6 أسابيع بدخل بالحالة المزمنة. ممتاز. دكتورة، شو هي الخدمات أو الإمكانيات اللي موجودة في العيادة عشان تساعد الناس اللي عندهم مشاكل في النوم؟ نعم، هلأ العيادة أول هدف لها هي تقييم الحالة السريرية. بيجي المريض بنسأله في مجموعة كبيرة من الأسئلة، بنسأل إنه أيمت بدأت اضطرابات النوم، هل ترافقت مع أدوية حديثة، ترافقت مع حالة اجتماعية معينة. فالقصة السريرية أهم عضو وعنصر هام لمعرفة وين إذا في مشكلة ولا ما في مشكلة بشكل رئيسي. بعد أخذ القصة السريرية بيجي نوصل للتشخيص الدقيق بشكل عام. فهون بتقيم إنه هل نحن بحاجة لإجراء اختبار النوم ولا لا. ما هو اختبار إجراء النوم؟ ما بيتم باللحظة اللي بيجي فيها المريض على العيادة، وإنما بنحاول نجري له اختبار النوم ينام بالمستشفى أو ينام ببيته مع توصيل بعض الأجهزة الدقيقة اللي تدرس لنا حالة النوم، النوم عميق ولا لا، مثل هو نسميه النوع من الاي اي جي اللي هي دراسة تخطيط يسوي موجات النوم. نعم رئيسي. صح، بحيث نعرف انه هالحالة هل هي في حالة انه عم بيدخل نوم عميق ولا لا، هل عم يصير اختناق ولا لا، ودراسة الفيزيولوجية الجسم اثناء النوم يتحدد ما هي الحالة. أكثر الحالات اللي تجينا بشكل عام على العيادة بالفترة الأخيرة هي الأشخاص الاختناق أثناء النوم أو الشخير العالي والتعب أثناء النهار وعدم المقدرة على التركيز، أو حالات مثلا قلبية، نوع من الاضطرابات، آلام بالصدر، شافوا طبيب القلبية ما لاحظ أنه أي مشكلة في القلب وإنما عم بينقص الأكسجين أثناء نومهم عم بيسبب هالآلام بالصدر، فيكون مثل حالة ما توقف التنفس أثناء النوم أو نقص الأكسجين أثناء النوم. ممتاز. فالعيادة عبارة عن قسم الأول هو التقييم السريري، قسم الثاني اللي هو إجراء اختبار النوم، ومثل ما ذكرت أنه ممكن يكون بالمستشفى
بس هلا مع التطور الحضاري الشديد والأجهزة الإلكترونية ممكن المريض ياخذ جهاز صغير جدا وياخذه على البيت وبينام ببيته بحيث انه ما يشعر بتغير في الجو بالنظام النوم بشكل رئيسي، وبيعطينا تقريبا تقييم 85% عن دقة النوم اثناء النوم بالمنزل. ممتاز. دكتور، كيف ممكن واحد يحصل على خدمات العيادة، ومتى الواحد لازم يسعى أن يحصل هالخدمة؟ يعني ممكن في حد مثلا يالا أرق من يومين ثلاثة أيام، ولا لو الحالة مثلا امتدت بعد أكثر من أسبوعين، منو هي شو المدة الزمنية اللي تقول لك الحين أنت لازم تحصل على تحويلة، وكيف ممكن يحصل الواحد على التحويلة للعيادة؟ تماما. فعلا مثل ما حضرتك تعرفي انه نحن الحمد لله بعالم تكنولوجي متقدم جدا، معظم المرضى يعني بدون استثناء صايرين عم بيدخلوا على الانترنت، جوجل سيرج، يحطوا اعراضهم وبيكتشفوا انه ممكن يكون هذا له علاقه مثلا بمرض معين، ويحصلون تشخيص دكتور بعد الحين يدش على الانترنت يحصل تشخيص كامل بعد، ويمكن حتى العلاج بعد لولا بيحتاجوا بس روشته. فهذا اللي بيصير انه المريض الحمد لله يعني فيه تنور جيد بحيث انه يحتني يقيم نفسه، يحس انه انا في عندي حاله مرضيه. فبدا الخطوه الاولى انه المريض لازم يحس انه في مشكله. الخطوه الثانيه اللي هو لازم يلجا الى طبيبه العام. كل شخص عنده طبيب عام بشكل رئيسي، سواء طبيب فاميلي ميديسن، انترنال ميديسن، او طبيب قلبيه، لازم يذكر له هالاعراض اللي عنده معها. فممكن تكون حاله بسيطه ناجمه عن تغيير نوع من الادويه سببت هالاضطرابات النوم، ممكن طبيبه العام هو يحل له المشكله. اذا طبيبه العام حس انه لا فعلا في مشكله اضطراب نوم اساسي وبده تقييم، وقت بيتم التحويل لمستشفى راشد. بشكل عام نحن العيادات مثل ما ذكرت الصدرية وأمراض النوم هذول دائما موصولين مع بعض، لأنه ممكن الأشخاص مثلا نقص بصير معهم ضيق نفس أثناء النوم، فدائما طبيب الأمراض النفسية التنفسية وليس النفسية وليس السايكاتري التنفسية هو أفضل شخص ليقيم حالات اضطرابات النوم. ممتاز. عند المريض فممكن يتم التحويل من الطبيب العام إلى عيادة الأمراض التنفسية، أو ممكن تحويلها مباشرة لعيادة أمراض النوم. ممتاز. دكتور، في بعض المرضى لما يجون العيادة ونقولهم ونخمنهم التاريخ المرضي ونكتشف أنه عندهم مشكلة في النوم ويحتاجون تحويلة، لما نقولهم بنحولكم المرضى بالعادة يخاف أنه يكون العلاج كله عبارة عن حبوب. أيضا في أثانية من المتعاملين أو مرضى يجون العيادة يقول دكتور أنا عندي مشكلة في النوم، لا تحوليني، أعطوني حبوب تساعد على النوم. وإحنا بالعادة كأطباء أسرة نرفض نعطيهم حبوب، لأن الحبوب هذه طبعا أنه بنوجه رسالة للناس أنه شو مخاطر أن لما يجي طبيب الأسرة ويقول له والله عطني حبوب تساعدني على النوم عشان أقدر أنام أفضل. طبعا هذا أكبر خطأ، لأنه الحبوب ممكن تشتغل بشكل مؤقت، ممكن تساعد المريض لفترة مؤقتة أسبوع أسبوعين ثلاثة، بس الجسم جسم الإنسان ذكي جدا رح يبلش يعمل نوع من التعويض بالجسم، لو أخذ هالحبوب ما رح يستفيد منها، بعد فترة رح يحتاج جرعة أكبر بصير نوع من الإدمان. لذلك ننصح أنه لا يبدأ العلاج حتى نوصل لتشخيص الدقيق. ونحن حتى في العيادة اضطرابات النوم بيجينا مرضى كثير أعطيني حبوب وإذا ما فادت بعمل اختبار النوم. بصراحة هذا خطأ، ويعني في ستاندرد عالمية لهالموضوع. ممكن وصف الحبوب وإمتى لازم الطبيب يقاوم رغبة المريض بوصف هالحبوب، حتى نحن هدفنا مساعدة المريض وليس يعني نسبب له أذية أكثر. صحيح. بنوع من الإدمان من المنومات أو أي شيء آخر. صحيح. شاكرة لك دكتور حسن الحريري، استشاري الأمراض الصدرية ومدير عيادة النوم في مستشفى راشد، هذه المداخلة اليوم بخصوص خدمات عيادة النوم. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. أهلين، تكرمي الله. مثل ما تفضل الدكتور حسن، ومثل ما كذا مرة قلنا في صحة وسعادة، لا ناخذ مشاكل النوم بسهولة أو ببساطة إن عادي. يعني شو يعني مثلا ما أقدر أنام؟ شو يعني ما أقدر أواصل النوم؟ شو يعني إن أنا شو فيها لو أنا مثلا ما أقدر أروح على السرير أقعد ساعتين ثلاث ساعات أتجلب على السرير ما يجيني نوم؟ هذه مشاكل لازم نعطيها أولوية. ليش؟ قرينا كذا دراسة قبل في صحة وسعادة عن تأثير عدم الحصول على قسط كافي من النوم على جسمنا. الجسم يدخل في مرحلة توتر. دائما أعطي أنا مثل عشان الناس تفهم أنا شو يصير في جسمنا. تعرفون نفس لما نشوف الأسد
تعرفون لما لو شفت انت ماشي ولقيت اسد قدامك، يمكن لقيت نمر بعد قدامك، المخرج نمر، لو شفت نمر او اسد قدامك شو 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 الاحساس ليك؟ الجسم كله يستوي ستاند باي مثل ما يقولون، او يستوي على في حاله تاهب، ضغط الدم مالك يرتفع، العضلات تنقبض وغيرها. قله النوم تسوي نفس حاله التوتر هذه، تخلي الجسم متاهب، ما تخلي جسمك ترى مرتاح. وعدم الحصول على قسط كافي من النوم ما تسمح للخلايا انها تتجدد بطريقه سليمه. تذكرون دائما نقول ان احنا لما ننام يستوي تجدد الخلايا، وحتى هرمون النمو يفرز في الجسم في الليل. عشان كذا احنا دائما نقول الافضل ننام في الظلام، لان هرمون النمو لو كان في اضاءه يفكر العقل ان للحين في نهار، مو وقت نوم مو وقت ليل، فما يفرز الهرمون بطريقه سليمه. حتى الجهاز الهضمي والقلب وغيره من الغدد اللي عندنا في الجسم والاعضاء كلها تتجدد خلال الليل. احنا نطلع ان شاء الله الحين فاصل، وبعد الفاصل نواصل فقرات صحه وسعاده. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. نقرأ دراستنا تقول توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال من الذكور المولودين لأمهات يعانين من السمنة المفرطة، لديهم مهارات حركية أسوأ في سن الثالثة، وينخفض معدل ذكائهم في سن السابعة. ونظرت الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون من جامعة تكساس في أوستن وجامعة كولومبيا في ملمان بنيويورك إلى أن 368 من الأمهات وأطفالهن، أجرت الدراسة على 368 من الأمهات وأطفالهن، وطلبت من النساء الإبلاغ عن وزنهم خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل. ما أدري كيف أقنعوا صراحة النساء أن يقولون أوزانهم صراحة، ولا شو رأيك يا نمر؟ كيف أقنعوا ممكن بسرية؟ قالوا اكتبي فرقة وخشي اسمك والوزن، العمر والوزن ما في حرمة ترضى، أعتقد قالوا اكتبي عمرك ووزنك وخشي، ما بنراوي حد. المهم اختبر الباحثون مهارات الأطفال الحركية ومستوى ذكائهم في سن الثالثة والسابعة، ووجدوا علاقة مهمة بين معدل الذكاء لدى الأطفال وسمنة الأم أثناء الحمل، وكان هذا ظاهرا فقط لدى الأطفال الذكور. وأظهرت النتائج أن الذكور الذي كانت أمهاتهم يعانين من السمنة المفرطة خلال فترة الحمل لديهم مهارات حركية أقل في سن الثالثة، وعد الذكور الذين كانت أمهاتهم تعاني من الوزن الزائد أو السمنة خلال فترة الحمل لديهم درجات أقل بثمان نقاط في اختبارات الذكاء في سن السابعة مقارنة بالذكور المولودين لأمهات يتمتعن بوزن طبيعي. طبعا في مثل مقولة أو يعني شيء دارج عندنا، يعني أتوقع في كل الدول العربية، أتوقع أن الحامل لا تقول لها شيء، خلي تأكل في خطرها، لا ليطلع في الياهل، ليطلع في وحمة، ليطلع فراولة على خده، ليطلع ما أدري شو على بطنه. هذا هل الدارج احنا عندنا تلاقين ما شاء الله الام، في امهات حوار ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم، من تحمل كانت محرومه فعلا، يعني تقول لك انا حامل والياهل يبا ولازم اكل عن اثنين. واعتقد هذه الفكره ان انا لازم اكل عن اثنين ولازم انا حامل لازم اكل اكثر، اتوقع هاي الفكره لازم تكون خلاص يعني دفناها. ما في شيء اسمه احنا ناكل عن اثنين. تعرفون ان المراه الحامل كم سعره حراريه تحتاج اكثر عن السعرات الحرارية العادية؟ بالعادة معظم الناس يحتاجون 1200 سعرة حرارية في اليوم. الحامل تحتاج 300 سعرة حرارية أكثر فقط. 300 مو 3000، 300. 300 مثلا أقول لكم مثل شو يعني؟ مثلا ممكن سندويشة برجر مثلا، صحن عيش مع دياي مع بطاط مقلي مع عيشنا التقليدي البرياني مثلا، ممكن يعطيك مثلا 300 سعرة حرارية. بالتالي لو فكرتوا فيها تلاحظون مو هالكثر سعرات حرارية حنحتاجها وإحنا حوامل عشان نغذي البيبي. لا تحاتون البيبي يتغذى. المشكلة شو هي؟ تعرف شو المشكلة يا نمر؟ إن الأمهات الحوامل للأسف وهي حامل ما تشتري غير الحلويات، الرهش والكاكاو والبارد والكنافة وأخواتها، الأكل الفقير في العناصر الغذائية اللي هي تحتاجها. مثل شو تلاقي فيتامين دال والكالسيوم عند الأمهات الحوامل ما في،
واحنا نقول لهم يا ام يا جميله، لما انت تحملين اذا الكالسيوم عندك قليل في جسمك قليل، الطفل راح ياخذ الكالسيوم من عظام الام. من شيء بعض الامهات ما شاء الله يحفظهم عندهم مثلا ولادات متكرره ممكن يستوي عندها هشاشة عظام لما تكبر. فالله يخليكم، أنا أدري واحد يكون خاطر في وايد أشياء، لكن عن خاطرنا قطعة صغيرة، لا تخلون الطاسة قدامكم، قطعة صغيرة عن خاطرك عشان أنت ما يدخل في خاطرك، مو عشان ياهل ما تطلع في وحمة. رح نطلع الحين من برنامج من قسم الوحام والحوامل، رح نتكلم عن شيء لا علاقة تقريبا، هو قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي. طبعا يعتبر أحد الأقسام الطبية المتميزة والأكثر تطورا، ومن خلال القسم تقوم، وهذا القسم تقوم عليه نخب طبية وكفاءات متخصصة، ويتعامل هذا القسم مع العديد من الأمراض والمشكلات الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي. بنتعرف على قسم الجهاز الهضمي، شو الحالات المرضية اللي استقبلها، شو الإمكانيات الموجودة عنده. السنة يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور مصطفى صبري، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى راشد. صباحك ورد دكتور مصطفى. صباح الخير. أهلا فيك دكتور. أول شيء كلمنا عن قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى راشد، وشو أهم اللي وشو اللي يميز هالقسم؟ قسم الجهاز الهضمي في مستشفى راشد تأسس سنة 1995، صار له وقت طويل. هذا القسم طبعا تأسس في البداية بعدد محدود من الأطباء وبعدد محدود من الإجراءات التداخلية أو عدد المناظير اللي تعمل فيه وعدد المرضى. ثم نما قسم بالتدريج حتى وصل حاليا إلى حوالي 14 طبيب، بينما بين استشاري وأخصائي أول وأخصائي نقوم بإجراء ما يصل إلى 6,000 عملية تنظير سنوياً. نقوم طبعاً هاي عمليات التنظير مختلفة، منها تشخيصي ومنها تداخلي. نقوم أيضاً بعمل عيادات خارجية، هاي العيادات الخارجية حوالي 7,000 زيارة سنوياً في العيادات الخارجية، فحجم العمل كبير جداً. كما نقوم بتغطية مستشفى دبي، ونستقبل الحالات التحويلية المعقدة من المستشفيات الخاصة المستشفيات العامة الأخرى في الدولة من الإمارات الشمالية، حيث نقوم بعلاجها أحياناً وإرجاعها إلى مكانها. ممتاز. المستشفى الأساسي. وطبعاً خلال هذول 20 سنة اللي أنا من الناس اللي عاصروا القسم منذ تأسيسه، خلال 20 سنة معظم الأطباء اللي حاليا بيعملوا بالقسم تم تدريبهم داخل القسم، وتم تجهيزهم بأحسن الإمكانيات السكيلز أو الإمكانيات التداخلية أو العلاجية، تم تزويدهم بكافة المعلومات أيضا، وحصلوا أيضا بعضهم حصلوا على شهادات أثناء عملهم في داخل القسم، شهادات عليا. وهذا طبعا أثرى القسم أكثر وخلى إمكانية تقديم الخدمة للناس أكثر وأكثر. ممتاز دكتور، تكلمنا عن أبرز مشاكل الجهاز الهضمي اللي توصلكم في القسم. طبعا من أكثر المشاكل اللي بتواجهنا يوميا هي نزيف القناة الهضمية العلوي والسفلي. القسم يعمل مناوبة 24 ساعة، هناك أخصائي مناوب يقوم بعمل التنظير في أي وقت من اليوم 7 أيام في الأسبوع. نستقبل مرضى برضه في نفس التوزيع من جميع الأماكن، بما في المرضى اللي يراجعوا طوارئ مستشفى راشد. طبعا الحالات الثانية هي الحالات اللي بتتابع في العيادة، من ضمنها حالات القولون العصبي، حالات عندنا حالات التهابات القولون التقرحية، ولدينا عيادة خاصة لالتهابات القولون التقرحية حتى يتم العناية بهؤلاء المرضى بشكل أفضل. لدينا أيضا عيادة لأمراض الكبد، كانوا سابقا مرضى الكبد كانوا يراجعوا عيادة الجهاز الهضمي العامة، لكن حولناهم إلى عيادة خاصة لأمراض الكبد حتى يكون هناك نوع من الخصوصية لهم، مواعيدهم تكون قريبة، يتم تأمين العلاجات اللازمة لهم، هناك ممرضة متخصصة لهؤلاء المرضى تقوم بدراسة حالتهم الاجتماعية، إمكانياتهم المادية،
كل هذه الأشياء يتم متابعتها. أشياء أخرى نقوم بمتابعتها مثل ارتجاع القناة الهضمية اللي هو من أكثر الأشياء موجودة لدى الناس، حوالي 20% من سكان العالم بيعانوا من ارتجاع القناة الهضمية على الأقل ولو مرة في السنة عندهم ارتجاع بيصير، ويمكن نصف ثلاث أرباع هذا العدد مرة كل شهر بيصير عندهم ارتجاع للشعور بالارتجاع. نعم. طبعا من أجل تفضل دكتور تفضل. طبعا من أجل تشخيص الارتجاع نقوم بعمل تنظير لهؤلاء المرضى إذا لازم الأمر. العلاجات متوفرة للعناية بهؤلاء المرضى، لدينا مختبر لقياس حموضة المريء وقياس الضغط داخل المريء حتى يتم تشخيص هذه الحالات على أكمل وجه، حتى يتم تقرير فيما إذا كان بحاجة لتداخل جراحي بالإضافة للعلاج الكوبي. ممتاز. دكتور، حالات القولون العصبي ما شاء الله نلاقيها وايد تتكرر عندنا في العيادات، فشو برايك أو شي نفسر الناس شو معنى قولون عصبي، وبعدين شو ممكن يكون سبب ان بعض الناس هالفترة يكون عندهم قولون عصبي، وهل له علاج ولا يتم مع الإنسان طول العمر؟ هو الترجمة الحرفية هو بالإنجليزي بسموه irritable bowel، وهو تهيج القولون، ليس قولون عصبي، ولكن احنا تسميتنا العربية صارت قولون عصبي. صح. وصاروا بعض الأطباء للأسف يربطوا وحتى الناس كمان يربطوا ما بين الحالة النفسية للمريض فقط والآلام هاي اللي بتصيبه، وهذا الحكي طبعا غير صحيح، لأنه هذا مرض مثله مثل بقية الأمراض. وطبعا علاجه صعب، لأنه الطبيب لازم قبل ما يقرر أنه هذا المريض عنده تهيج بالقولون لازم يحاول يستثني وجود الأشياء الخطرة مثل الأورام، مثل الالتهابات التقرحية، مثل الأشياء الأخرى اللي ممكن أنها تعطي أعراض مثل أعراض القولون العصبي. فلذلك مهم جدا أن نفهم المريض أنه هذا مرض مثل بقية الأمراض، ولكن هذا مرض وظيفي وليس عضوي. يعني إذا قمنا بعمل تنظير لهذا المريض ممكن ما نجدش ولا إشي في الأمعاء، وهذا بيثبت أنه هذا أمر وظيفي، ويتم شرح الموضوع بأنه مجرد أنه هو حساس للألم أكثر من الآخرين. أحيانا بكون يتأثر ببعض أنواع المأكولات، أحيانا يصاحبه حساسية للمأكولات برضو. هاي الأشياء اللي إحنا لازم نحاول يعني نعمل فحوصات من شأنها. ممتاز. والإضافة للأشياء الثانية النفسية والعملية وكيف ظروف عمله كل الأكل اللي بيأكله. ممتاز. دكتور مصطفى، لو نتكلم عن الفئات العمرية اللي أنتوا تعالجونها في المستشفى، من أي عمر؟ طبعا أتوقع الحد الأعلى مفتوح، لكن من أصغر يعني أي أعمار سنية أو فئات عمرية تتعاملون معها أنتوا في العيادات؟ نحن نتعامل مع الكبار طبعا حسب قوانين هيئة الصحة من 12 سنة ويومين، يعني من 12 سنة فما فوق. هذا يعتبر أدلت أو يعتبر بالغ، يعني نعم. إنه مع البالغين، مع إنه في بعض الأحيان إحنا نضطر لإبقاء بعض المرضى مع الأطفال، مع أطباء الأطفال، نظرا لظروفهم الخاصة ولأمراضهم الخاصة التي بدأت معهم منذ الطفولة أو منذ الولادة أحيانا. أحيانا يتم التعاون بينه وبين قسم الأطفال حتى يتم العناية بهؤلاء المرضى على أكمل وجه. أحيانا النمو العقلي والنمو الجسمي للمريض لا يهيئه أنه يكون مع البالغين في العيادة. صح. أو في المستشفى. صح. فبالتالي إحنا نقوم بالتعاون مع قسم الأطفال أننا نتعاون بالإشراف على هؤلاء المرضى حتى يتم تقديم الخدمة لهم على أكمل وجه. ممتاز. دكتور مصطفى، أنتوا تقومون ببث العمليات اللي تمارسوا، العمليات الجراحية اللي تقومون فيها، فشو دوركم، شو أهمية بث مثل هالعمليات في تعزيز التعليم الطبي المستمر؟ هي عادة لدى القسم تماماً، عادة بدأناها أو عادة ممتازة بدأناها من سنة 1995، وهي أنه أثناء عمل المؤتمرات الطبية نقوم باستقدام أو بدعوة خبراء تنظير الجهاز الهضمي من أوروبا وأمريكا وآسيا، ونقوم بمعالجة بعض المرضى التي لديهم حالات معقدة، ويتم بس هاي عمليات التنظير وعمليات التداخل بواسطة المنظار بشكل مباشر للحضور من الأطباء. طبعا للحضور الأطباء بيكونوا من مختلف دول العالم أثناء المؤتمر، ويكون الاجتماع عادة تفاعلي، يتم سؤال وجواب
بين الحاضرين وبين الخبراء الذين يقومون بإجراء هذه العمليات. وطبعا هذا يتم البث من قسم الجهاز الهضمي لدينا إلى المكان المؤتمر بشكل يعني عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق الإنترنت. وطبعا هذا مهم جدا لأنه كثير نتعرف إحنا على بعض التقنيات اللي ما نكونش عارفينها سابقا أو لم نشاهدها سابقا. وإذا نظرت إلى أوروبا وأمريكا هذه مثل هذه خلينا نسميها الوركشوبس أو ورشات العمل يقومون بتنظيمها في أمريكا وفي أوروبا وفي كل أنحاء العالم، وإحنا بنحضرها طبعا وإحنا بنقوم بهذا الشيء. وإذا وصدقيني إذا قارنت المستوى الأدائي لورش العمل اللي نقوم بعملها فهي تضاهي إن لم تكن أحسن من بعض الأماكن في أوروبا وأمريكا اللي بيعملوا هاي ورش العمل. وهذا طبعا من الخبرة الطويلة اللي عندنا في تنظيم مثل هذه ورش العمل، ولحسن اختيار طبعا الخبراء وحسن اختيار الحالات، لأنه الحالات لو أنت بتجيبي حالة فيش فيها يعني كثير يعني ممكن سهلة جدا مثلا اللي بده يحضر مش رح ياخذ الفائدة، زي ما تجيبي حالة معقدة وتفهمي إنه كيف يتم العناية وكيف يتم علاج هذه الحالة. ممتاز. دكتور مصطفى، أنت ذكرت عن موضوع الارتجاع المريئي وبعد واحدة من الحالات المتكررة رح نشوف في العيادات. للأسف بعض المرضى يأخذون الأدوية المختلفة الارتجاع المريئي، ما يسمونها أدوية الحموضة على قولتهم، يأخذوها بشكل متكرر وتلاقيه مثلا يرفض التحويل على قسم الجهاز الهضمي، يخاف يسوي مثلا منظار. فنوعي الناس بأن مثلا خطورة استخدام هالأدوية لفترة طويلة من غير وجود تشخيص يعني تشخيص تفصيلي لحالتهم لأسباب ارتجاع المريئي. طبعا يجب أن يكون التشخيص مؤكد. فإحنا حتى طريقتنا بعلاج مرضى اللي عندهم ارتجاع مريئي، إذا كان المريض صغير السن تحت سن 35 خلينا نحكي، فهذا المريض عادة نسبة إصابته بالأورام، إحنا طبعا الإشي اللي بنخاف منه اللي هي مشاكل الخطرة مثل الأورام مثل التغير الخلايا في المريء اللي ممكن ينتج عن الارتجاع المتكرر. فإذا كان صغير السن عادة نقوم بإعطاء العلاج اللي بينزل الحموضة بجرعة مضاعفة لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع ومنشوف التأثير. طبعا إذا كانت الشكوى يعني قصيرة، يعني واحد أجى يعني مش من زمان صار عنده الارتجاع وعمره صغير وما عندوش الإشي اللي بنسميه إحنا الريد فلاجز أو علامات الخطر، ما عندوش ضعف دم، ما عندوش فقدان وزن، ما عندوش أشياء أخرى تنذر بوجود مرض خطر. وأحيانا إذا كان صغير السن أو حدا أجى في سن الشباب نكتفي بذلك ونخليه على الأدوية هاي. هلا إذا هذا المريض لم يستجب للأدوية اللي إحنا معطيها وظهرت عنده أعراض أخرى، فبالتالي بنعمل له تنظير للقناة الهضمية حتى نشوف مدى يعني مدى خطورة الموضوع أو مدى إيش اللي موجود هناك. يعني هذا إنه لما نشوف بعيننا طبعا بكون أفضل. قد يستلزم الأمر زي ما ذكرت سابقا إجراء لقياس للضغط داخل المريء أو عمل فحص للحموضة، قياس الـ pH أو الحموضة داخل المريء. ممتاز. كبار السن اللي عمرهم فوق 40 لازم يعمل منظار، ضروري يعمل منظار لما يشكي من هاي الشكوى. نحن لا نكتفي فقط بإعطاء العلاج، لكن يجب أن ننظر في الداخل، لأنه بتعرف خصوصاً إذا كان بيشكي من هذا الموضوع لفترة طويلة، لأنه هذا الكلام ممكن يكون يصاحبه مع التنظير المتكرر تغير في خلايا أسفل المريء، وهي بتكون حالات نسميها بارت، حالات بارت، وهي الحالات ممكن تغير الخلايا ممكن يؤدي لحدوث سرطانات في المستقبل. فعشان هيك ماذا مش معناته أنه كل واحد عنده ارتجاع بصير عنده سرطان، ولكن هاي نسبة قليلة جدا، أساسا أقل من 0.5% أو أقل من 2% بتكون تحولها لسرطانات. لكن إذا وجدت بتصير نسبة الخطورة تتزايد سنويا. يعني كل ما الإنسان حمل هاي الخلايا المتغيرة في المريء عنده أسفل المريء كل سنة بتزيد الخطورة على الأقل 2% بتزيد في كل سنة. إنه إمكانية هذا طبعا إذا كان هو بدون علاج، إحنا طبعا نخليه على علاج ونخليه متابعة. إذا وجدنا خلايا متغيرة ممكن نخضعه أحيانا لعملية كي بالأمواج اللي بنسميها راديو فريكونسي عالية التردد،
وهذا الطريقة العلاج هاي متوفرة عندنا بالقسم، وإحنا من المراكز القليلة الموجودة عندها الطريقة هاي في العلاج. بلشناها من سنة 2010 بلشنا نستعملها، وطبعا حصر وطبعا طرحينا تدريب على الموضوع هذا من خبير أجا من الخارج، وإحنا نقوم بعملها للمرضى اللي عندهم تغير بالخلايا حتى نعمل وقاية، وقاية لتطور للأورام. ممتاز. غير هيك بيظلوا المرضى طبعا يتابعوا ياخذوا العلاجات. هلا علاجات الارتجاع في كلام كثير انه هذا انه 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 علاج الارتجاع اللي بينزل الحموضه، اذا واحد اخذه فتره طويله ممكن يصير عنده هشاشه عظام، ممكن يصير عنده مشاكل بالكلى، ممكن ياثر على تجلطات القلب. طبعا كل هاي الاشياء موجوده بعض الدراسات. لكن بعدين لما اجريت على المرضى فحوصات واجريت دراسات اخرى، تبين انه نسبه اصابه الناس اللي بياخذوا هاي الادويه بهذه الامراض او بهذه المضاعفات مثلها مثل الناس اللي ما بياخذوا هاي الادويه. فبالتالي الخطر مش كبير جدا، ولكن احنا بنضل نقول انه ما دام الموضوع تحت مراقبه الطبيب فالمريض بضل بامان، وما دام هناك في بضل هذا السؤال اللي بيطرحه المريض دائما، يا دكتور الا متى اخذ هذا العلاج؟ فطبعا لازم الطبيب يكون عنده الجواب، ولازم يكون عنده خطة علاجية وعارف لأمتى بده يضل يعطي هذا العلاج. مش كل ما يجي المريض نفس العلاج نفس أكيد العلاج. صحيح. شكرا للدكتور مصطفى صبري استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى راشد. هذه المداخلة عن إمكانيات مستشفى راشد وقسم الجهاز الهضمي. شكرا للدكتور، نهارك سعيد. الله يسلمك. شكرا. رسالة اسم الدكتور قبل ما أختم، اسم الدكتور لعيادة أمراض النوم أو عيادة النوم الدكتور حسن الحريري، اسم الدكتور حسن الحريري. احنا وصلنا لختام برنامجنا اليوم، برنامج صحة وسعادة. شكرا لك يا نمر كنت معي في الإخراج، شكرا لك ميرا المري كانت معي في التنسيق، وشكرا لفريق الإعداد فئة الصحة ودبي. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية، وإلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.